أهلا بكم يا برج الميزان في التوقعات العاطفية من منتصف شهر يونيو لنهاية الشهر. التوقعات دي إن شاء الله هتكون توقعات عاطفية فقط. لو أنت عاوز توقعات عامة، أنا هعمل إن شاء الله توقعات عامة بتشمل عاطفة وعمل وصحة، لكن هتكون على قناتي الأخرى. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف وفي أول تعليق. إن شاء الله أول الشهر هنزل هناك توقعات عامة فيها عمل وصحة وبيكون فيها عاطفة برضو، لكن أنا قررت في القناة هنا إن أنا هكمل توقعات عاطفية فقط واختار كارت. فخلينا نبدأ مع بعض التوقعات العاطفية لبرج الميزان من منتصف يونيو لنهاية الشهر. طبعا التوقعات دي قد تمتد أسبوع أو أسبوعين كمان من شهر يوليو، والقراءة دي للبرج الشمسي القمري الصاعد وكمان للفينوس. فخلينا نشوف برج الميزان. بسم الله. هنا انت حاسس ناحية الشريك بإيه؟ هو حاسس ناحيتك بإيه؟ انت ازاي بتشوف العلاقة؟ هو ازاي بيشوف العلاقة؟ ايه نواياه تجاهك وتجاه العلاقة؟ نقاط القوة، نقاط الضعف، ايه الحاجة اللي انت محتاج تشتغل عليها علشان تعيد توازنك في العلاقات كلها؟ هل هيكون في عودة لشخص من الماضي ولا لا؟ هل في شخص جديد هيدخل على حياتكم ولا لا؟ وهنا كارت النصيحة. الطاقة العامة بتاعتك يا برج الميزان هي The Empress. انت يعني شكلك محقق نجاحات كبيرة في العمل، ممكن تكون واصل لشهرة، في نجاحات كبيرة انت عاملها. ممكن تكون انت برضو معتني بشكلك الخارجي، مهتم بشكلك، مهتم بجسمك. ممكن تكون بتلعب رياضة، بتغير حاجات في شكلك، يعني بتجيب لبس جديد، يعني انت واخد بالك من شكلك، من مظهرك الخارجي. وبرضو ممكن تكون انت مهتم بعملك. ممكن برضو يكون ربنا مبارك لك في الفلوس والماديات، او على الاقل يعني حتى لو انت فلوسك قليلة بس على الاقل ربنا مبارك لك فيها. يعني شايف ان انت برضو شخص روحانياتك عالية في الوقت ده، وفي حاجات كتير قوي بتفكر فيها بخصوص العمل وبخصوص مستقبلك، سواء مستقبلك القريب او البعيد. ممكن تكون بتفكر، بتحط خطط، يعني مش حاطط العاطفة في أهدافك دلوقتي. أكيد بتفكر برضو في الأمور العاطفية وكل حاجة، لكن يعني مش من ضمن أولوياتك في الوقت ده. خلينا طيب نشوف القراءة هتقول لنا إيه. خليني أخد لكم كروت الملايكة الأول. طلع لنا أبراج تور، ده طالع في طاقتك أنت برج التور، برج الميزان زيك، في دلو، في كمان بس طاقات هوائية ترابية نارية، أقل حاجة المائية. هنا بيقول لك سنة من دلوقتي، الكارت ده طار لوحده، بيقول لك get more information، محتاج ان انت تجمع معلومات زيادة. كنت عايز اسحب الكارت ده برضو. بيقول لك big habit changes، في تغيرات كبيرة هتحصل. خليني برضو اخد من الكارت ده، من الكروت دي، get more information و big habit changes. اوكي، هنا بيقول لك يعني انت محتاج ان انت تشعر بمشاعر الرضا، حاول، محتاج كمان ان انت تشعر بمشاعر السلام علشان تصبح حقيقة. فيعني محتاج ان انت تشكر ربنا كتير، محتاج ان انت يعني تعمل قانون جذب للشعور بالرضا والشعور بالسلام. طالما طلع لك الكارت ده
معاه get more information، يبقى انت في حاجات انت فاهمها غلط وبسببها انت زعلان ومتضايق، وفي مشاحنات. طالما قالك محتاج ان انت تشعر بمشاعر السلام، يبقى انت شايل من حد، مشحون من حد بسبب فكرة او بسبب شيء. في حد ممكن تكون انت متضايق من حد، بس يعني ضيقك ده ملوش اي داعي. ممكن تكون انت متضايق بسبب حاجات مش واضحة بالنسبة لك، فبيقول لك get more information، محتاج ان انت تجمع معلومات اكتر وتشعر بمشاعر السلام. يعني هنا بيقول لك بطل ان انت تعمل باجتهاد ان انت تتحكم في كل شيء في الحياة، ودايما خلي الباب موارب او الباب مفتوح. يعني بيقول لك your wish is granted، الحاجات اللي انت بتطلبها ان شاء الله هتصبح حقيقة، بس محتاج ان انت تعمل يعني قانون جذب ايجابي، تشعر بمشاعر الرضا، بمشاعر السلام علشان تكون حقيقة. طيب خلينا نشوف بقى القراءة هتقول لنا ايه. زي ما قلت لك انت في عندك زعل، حاطط نفسك في طاقة كده، طاقة قيود، مقيد نفسك يمكن بأفكار معينة، بحاجات معينة. علشان كده قالك حاول ان انت تجمع معلومات، يمكن الافكار اللي في دماغك عن الشخص ده افكار مغلوطة، او انت واخد فكرة سيئة، فيعني محتاج ان انت تغير طاقتك. يعني انت ممكن تكون شايفه الزوج المناسب او شايفه الشريك المناسب، لكن يعني شايفه انه ممكن يكون مشغول بغيرك، او ان في حد طرف تالت داخل في علاقتكم فانت مش عاوز تكلمه. ممكن تكون انت معجب بشخص متزوج او بشخص مرتبط، فانت يعني حاسس انه مش هينفع لانه هو شخص متزوج، فمش عارف تاخد اي خطوة تجاهه، ولهذا السبب مقرر انك تركز على عملك، مقرر انك تركز على فلوسك ونجاحاتك، وتهتم كمان بمظهرك وشكلك الخارجي، لانك شايف الشخص ده مشغول بغيرك، سواء هو كان متزوج او حتى في علاقة، انت شايف ان هو ممكن يكون مشغول بحد غيرك. فيعني انت قررت ان انت تدي الاهتمام لنفسك، الرعاية والاهتمام اللي انت كنت هتديهم له، قررت انك تديهم لنفسك. طيب الشخص ده حاسس بايه من ناحيتك؟ خلينا نشوف. هو مش عاوز يكسر قلبك، يعني هو مش عاوز يضحك عليك، وهو عايز يكون واضح وصريح معاك. ممكن يكون يعني هو حاسس ان هو على مفترق طرق، مش عارف يختار ما بينك وما بين الطرف الثالث. يعني ممكن يكون في عنده حيرة ما بينكم انتوا الاثنين، وهو دلوقتي في فترة بيحاول ان هو ياخد قرار او يعمل اختيار ما بينكم، ويعني هو عايز يكون واضح وصريح معاك، مش عاوز يدخل معاك في علاقة ويديك وعود ويكذب عليك. هو عايز يكون واضح وصريح مع نفسه وياخد قرار ويجي يبلغك بالقرار اللي هو اخده، سواء كان قرار سلبي او ايجابي. هو مش ناوي ان هو يضحك عليك، ناوي ان هو يكون واضح وصريح معاك. طيب انت ازاي بتشوف العلاقة؟ خلينا نشوف. انت بتشوف ان هي علاقة ثلاثية، بتشوف ان هو مشغول بغيرك وان هو يعني مش مهتم بيك، فانت بتشوف انه على الرغم من احساسك ان الرابطة اللي ما بينكم رابطة قوية جدا، وفي انتوا في رابطة ما بينكم رابطة قوية قوي، لكن انت بتحاول تسيطر على نفسك، بتحاول تكتم مشاعرك، بتحاول ان انت تكون قوي وتكون حتى اقوى من الرابطة اللي ما بينكم دي. ممكن تكون بتقطع انت الحبل الاثيري وبتحاول انك تسيطر على نفسك، لان انت شايف ان العلاقة دي ما تنفعش وان في حد تاني في حياته.
طيب هو بيشوف العلاقة ازاي؟ خلينا نشوف. إيه هو يعني بيحن لك قوي يعني، بس هو شايف برضو ان انتوا ممكن تكون كانت علاقتكم اون اوف، حصل ما بينكم مشاكل كتير. هو عنده شغف تجاهك وتجاه العلاقة، لكن هو بيشوف انه هو قليل الحيلة او ان هو ما يقدرش يعمل شيء. ممكن يكون شخص متزوج وعنده اطفال، فيعني مش هيقدر مثلا يضحي بأسرته علشانك. لو ما عندوش اطفال ممكن يشوف ان، او ما كانش متزوج، فممكن يكون بيشوف ان انتوا يعني مر عليكم كتير، زعلتوا من بعض كتير، في ما بينكم مشاحنات. فبالرغم من الشغف والانجذاب اللي ما بينكم، هو ما يقدرش يعمل حاجة علشان ينجح العلاقة دي. انتوا محتاجين تعملوا تسامح، انتوا الاتنين شايلين من بعض وزعلانين من بعض، في ما بينكم طاقة يعني عدم سلام، في عدم سلام ما بينكم. محتاجين ان انتوا تتخلصوا من الطاقة دي، وخصوصا انت يا برج الميزان. طيب هو الشخص ده ناوي على ايه بالظبط تجاهك وتجاه العلاقة؟ خلينا نشوف. ناوي يقضيها مراقبة وتواصل، مراقبة وتواصل بس، مش هيعمل حاجة. هيحبك من بعيد، هيتواصل معاك ويبعت لك في طاقة كويسة. ممكن برضو المجموعة منكم يكون ده شخص نرجسي وكان بيوهمك انه دايما انت اللي غلطان، وان دايما انت اللي بتيجي عليه، وان دايما انت اللي بتأذيه. احتمال برضو المجموعة منكم، فهو هيفضل في نفس الطاقة دي، وهيكون عنده سياسة قلب الترابيزة انه هيحسسك انه دايما انت اللي غلطان، ودايما انت اللي بتغلط في حقه، وهو ملاك بريء ما بيغلطش. فيعني الطاقتين موجودين، انت خد منهم اللي يناسبك. طيب ايه نقاط قوة العلاقة دي؟ نقاط قوة العلاقة دي اعتقد ان هي فيك انت يا برج الميزان، ان انت لا تقهر. مهما كنت انت مع اشخاص، سواء كانوا اشخاص مستفزين او اشخاص نرجسيين، اشخاص بتخذلك، انت يعني مهما وقعت بتقدر ان انت تقوم تاني، بتقدر انك تكون اقوى من اي ازمة انت بتمر بيها. ممكن بتيجي على مشاعرك وبتيجي على قلبك علشان محدش يقهرك، بتستحمل حاجات كتير قوي علشان تفضل قوي وتفضل ناجح وتفضل دايما ظاهر بصورة قوية، وان محدش يقدر يكسرك، محدش يقدر يخذلك، عمرك ما بتكون ضحية. فيعني نقاط القوة فيك انت، ان انت دايما اصلا شخص قوي، ومش شايف بصراحة اي نقاط قوة في العلاقة دي، شايفك انت اللي شخص قوي، ويعني مهما كنت انت بتتألم من جوه لكن ظاهريا بتبان قوي. طيب ايه نقاط الضعف؟ التعلق، التعلق والتفكير كتير، انه انت على قد ما بتحاول ان انت تموف اون وان انت تكمل للامام وان انت تمشي، لكن بتحس ان في تعلق. فيعني حاول بقى تقطع الحبل الاثيري وتفك تعلقك بالشخص ده. نقاط القوة هي الضعف، سوري، هي عدم فك التعلق. محتاج انك تفك تعلقك بالشخص ده.
طيب ايه الحاجة اللي انت محتاج تشتغل عليها علشان تعيد توازنك في العلاقة دي؟ خلينا نشوف. ان انت تنجح، طلع لك نفس الكارت، ان انت تركز على عملك، تركز على فلوسك، تركز على نجاحاتك. خد بالك من شكلك الخارجي، ما تخليش حاجة زي دي تخليك دايما حزين او زعلان او بتفكر في الماضي، شكلك يعجز. لا، خد بالك من نفسك، خد بالك من شكلك، خد بالك من شغلك وفلوسك، انجح. اقهر اي شيء بيحاول ان هو يكسرك او يحبطك. دمر اي شيء سلبي في حياتك، فك التعلق وانجح. خد بالك من نفسك، يعني اتعرف على ناس جديدة، اعمل حاجات جديدة، حقق نجاحات جديدة في حياتك. طلع لك كمان الملائكة بتقول لك big habit changes، في تغيرات كبيرة جميلة هتحصل لك ان شاء الله يعني. فحاول انك تنجح، ده اللي هيخليك من جواك عندك شعور بالرضا، عندك شعور بالتوازن والنصرة والسلام. انجح. طيب اللي منكم منتظر شخص من الماضي، هل هيكون في عودة لشخص من الماضي خلال هذا الشهر ولا لا؟ خلينا نشوف. ايه؟ لا، هي هتفضل بس طاقة مراقبة، وانتوا الاتنين هتفضلوا تقلنين على بعض وشايلين من بعض. ويعني هو بيقولك خلي في مشاعر سلام ما بينكم، حتى لو انت مش عاوز ترجع للشخص ده، بس على الاقل خلي في مشاعر سلام. فيعني انا شايف انه لا، هتفضل بس مراقبة، وممكن تكون في امرأة بتتدخل ان هي تفسد ما بينكم، ممكن يكون في طاقة سحر برضو، لكن الرجوع مش هيكون هذا الشهر. فخلينا نشوف بقى، يعني هل في شخص جديد هيدخل على حياتكم ولا لا؟ في شخص جديد هيدخل على حياتكم، بس احتمال هو هيبقى هو شخص من مش شخص جديد، هو ممكن يبقى شخص جديد بس شخص من حياة سابقة. ممكن هتقابل التوين فليم بتاعك او السول ميت بتاعك، او ان انت لما تقابله هتحس ان الشخص ده انت قابلته قبل كده، هتحس ان هو شخص من الماضي، لكن في الحقيقة دي هتكون اول مرة انتوا تتقابلوا. الشخص ده يعني هيجي لك بيرمح يعني بيراقبك قوي، بيحبك جدا، واحتمال كبير انه يكون سول ميت، توين فليم، او حتى اي شخص من حياة سابقة. ممكن يكون من برج الحمل، من اي برج هوائي، مائي او ناري. فنصيحتك ان انت تكون شخص حبوب، ان انت تعيش مشاعر الحب، سواء انت اصلا كان في شريك في حياتك او لا. خلي في قلبك مشاعر حب، حب نفسك، حب الدنيا، حب الحياة، حب الناس اللي حواليك، علشان حتى تجذب لنفسك لتوين فليم اللي جاي في الطريق ده. استشعر مشاعر الحب، حب الحياة، حب الناس كلها، حب عملك وحب نفسك. لما تكون انت في الطاقة دي هتسرع من الطاقة لتوين فليم اللي داخل على حياتك ده. فيعني انت نصايحك بتقول لك انه انت في تغيرات جميلة هتحصل لك، حاول بس ان انت تفتح ايدك وتطلب من ربنا، وما تحاولش ان انت تسيطر او ان انت تتحكم في كل شيء، سيب كل حاجة تيجي لوحدها. اهم شيء ان انت يكون في عندك شعور بالرضا وشعور بالسلام. ما تحاولش ان انت تتحكم في اي شيء، سيب كل حاجة تيجي لوحدها بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. ما تحاولش ان انت تسيطر على كل شيء، ركز على نجاحك، ركز على عملك، واهتم بشكلك الخارجي. فيعني اتمنى تدعمنا بلايك وشير لو كانت عجبتك القراءة يا برج الميزان، وتشترك في قناتي الاخرى لو انت حابب تشوف التوقعات العامة. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق.